كلمة أخيرة. الكلمة الأخيرة، أولا كنشكركم على هذه الاستضافة، وثانيا أنني تفاجأت بهذا الكم ديال المعلومات اللي عندك عليا، ربما أول مرة. فإن شاء الله بالنسبة لهذا الكتاب، أولا باش المشاهدون الكرام يعرفوا هذه المسألة، أن هذا الكتاب هو أول كتاب بالنسبة لي، وقدمت لواحد الجائزة كتسمى جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة. نعم. وهذه الجائزة كتقام في أبو ظبي، وحصل على جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة. فكان عدد المشاركين، عدد الكتب اللي كانت قد ماشي 67 كتاب، بعد في التصفية أولى 24 كتاب، وفي هذوك 24 كتاب كاين 11 كتاب اللي خدوا الجائزة، ولكن في أصناف يعني مختلفة. نعم. كاين جائزة الرحلة في مثلا في التوثيق، الرحلة في الأبحاث، جائزة الرحلة الصحفية. أنا الكتاب ديالي من صنف جائزة الرحلة المعاصرة، جائزة ابن بطوطة في الرحلة المعاصرة. ومن بين هاد 11 اللي فازوا، كاين ثلاثة المغاربة اللي فازوا بهذه الجائزة. إن شاء الله تكون واحد تكريم لهاد الثلاثة المغاربة اللي فازوا في السبت المقبل إن شاء الله. إن شاء الله. في الدار البيضاء هنايا. إن شاء الله. إذن هذه الأهمية ديال الكتاب. ألف مبروك. بارك الله فيك. المسألة الثانية أنه الكتاب ترجم إلى اللغة الصينية. نعم. وسيطبع عما قريب إن شاء الله في الصين، وهو عنده أهمية كذلك حتى في الصين، لأنه خصوصا بالنسبة للشباب، لأنني تكلمت على واحد الحقبة اللي ما عاشوها الشباب الحالي، واللي كانت يعني غريبة، وكذلك تكلمت على هذا يعني التقدم يعني الباهر، يعني التقدم يعني اللي ما عمر شي دولة في التاريخ عرفت هذا التقدم يعني بهذه السرعة. نعم. اللي عرفته الصين. إذن عنده هذا الأهمية. نعم. إن شاء الله. ألف مبروك. والله يوفقك في الأمور. وشكرا على حضورك معنا في هذا اللقاء. شكرا. دكتور محمد خليل. نعم. بارك الله فيكم. الله. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.